إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. كلمة أطعمة أورجانيك معناها إن الطريقة اللي تمت بيها زراعة الفاكهة أو الخضار لم يستخدم فيها أسمدة صناعية أو مبيدات حشرية، أو لم تتعرض مثلا للإشعاع لحفظها وحمايتها من الأمراض والآفات، ولم تستخدم أثناء زراعتها مضادات حيوية أو تقنيات الهندسة الوراثية لتحسين المحصول. يعني لم تستخدم فيها الحاجات المستحدثة اللي يمكن يكون أضرارها أكتر من فوائدها. بعض الدراسات بتقول إن الأطعمة والمحاصيل العضوية أكثر فائدة غذائية عند مقارنتها بالمحاصيل المزروعة بالشكل التقليدي. الدراسات مثلا دي قالت إن اللحوم الأورجانيك يعني المتربية في بيئة زراعية أورجانيك بتحتوي على نسبة أعلى من الأوميجا 3 المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. وكمان قالوا إن المحاصيل المزروعة بطريقة عضوية ما بتكونش فيها بقايا المبيدات الحشرية مقارنة بالمحاصيل العادية، وأقل كمان في كمية الكيماويات والسموم. المشكلة في الأغذية العضوية الأورجانيك هي تكلفتها العالية، وده سببه استخدام مواد أكتر أمانا أثناء زراعتها، والمواد دي تكلفتها المادية كبيرة. لكن البديل الطبيعي للأطعمة الأورجانيك علشان نتفادى الأضرار المحتملة للكيماويات والمبيدات اللي في المحاصيل المزروعة بالطريقة التقليدية هو إنك تحاول إن يكون أكلك من المحاصيل الغذائية متنوع علشان تتجنب التعرض لمبيد حشري واحد، ودايما اشتري الفاكهة والخضار في الموسم بتاعها علشان تبقى فريش ومش محفوظة لفترات طويلة، واغسل الفاكهة والخضار كويس قوي بالماء الجاري علشان نتخلص من أي أثار للبكتيريا أو أي أثار لمواد كيماوية أو مبيدات من عليها. دمتم في صحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.